asseoir des têtes de puits, réparation du matériel de la direction maintenance de la région de Hassim Saoud pour présenter sa communication sur la couvrant un large éventail d'approches. Allons des كما تعلمون هذا الملتقى يدخل في إطار مرافقة الشركات الوطنية والناشئة لتطوير المنتج المحلي. هذا الإديسيون هذه اللي درناها اليوم تأتي بعد الإديسيون رقم 2 اللي درناها في سنة الأولى درناها في سنة 2022، وهي حقيقة الحال اللي شجعتنا أنه ندير ثاني هذه الدوزيام إديسيون هذا العام إن شاء الله. أو في سنة 22 كنا حوالي 46 ستون، اليوم رانا في حوالي 86 ستون، يعني تلاحظون الفرق 55% على الاقل من لي بياس دو روشونج المستعملين فيهم يكونوا مستعملين محليا ان شاء الله.